رجعنا لحضراتكم ومعانا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحقيقة الحديث ده زي ما اتكلمنا عليه قبل الفاصل، ان الحديث فيه بيشير الى خمس عبادات، وان احنا لازم نتعامل مع النعم، بنتعامل مع النعم بالحفظ وبالشكر وبالاستثمار وبالعبادة وبكمان بالدخول على الله سبحانه وتعالى. بس ده بيتضح قوي في بعض مجالات الحياة، وعشان كده احنا هنحاول نطبق هذا الحديث المبارك بأنواره وبفيوضاته على مجالين مهمين من مجالات حياتنا. ولذلك اخترت اتنين من أحب أولادي وأحب تلامذتي، اللي أنا بحب في الحقيقة إن أنا أكون معاهم لأن أنا بتنور بوجودهم. الدكتور عمرو حسان، مدرس مساعد الأوعية الدموية، أنا متشرف بحضرتك جدا جدا يا دكتور عمرو، وأنا سعيد جدا جدا بحضرتك وبوجود حضرتك معايا. شرف لينا. وكمان الأستاذ آلاء أبو بكر، المدرسة اللي إحنا في الحقيقة كتير بنتكلم في أمور التربية، واحنا النهاردة عايزين نتكلم في المجالين دول. طبعا الحديث واضح قوي في مجال شديد الصلة بعملك يا دكتور عمرو، وانا عارف ان انت مهتم بالبحث العلمي باشكال كتيرة جدا جدا، وبتهتم كمان مش بس بمسألة الطب ولكن كمان بإدارة المسألة الطبية. الحديث، انت لما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمتين دول، ايه اكتر حاجة اثرت فيك، او اي اكتر حاجة استحضرتها وانت بتشوف انوارها في عملك؟ اهلا بحضرتك يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقه انا اول ما بصيت في الحديث انا قعدت افكر، طيب هو احنا الصحه دي ممكن تبقى كنعمه بتفتح باب ايه؟ فحسيت ان لازم افكر في الادراك. اول انا بجد فكر في الصحه، فكرت في يعني ده كلام مهم قوي، ان انت بتقول اول حاجه بتخلينا ان احنا ندرك النعمه نفسها، ندرك نعمه الصحه نفسها. بالظبط. انت شايف الناس كتير بتقابل ناس كتير مش عارفه يعني ايه صحه. بالظبط. انا يعني اتصور ان احنا كلنا مش عارفين نعمه الصحه كويس. ايه اكتر حاجه احنا محتاجين نعرفها في الصحه عشان نعيش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بما يعني لو ان حضرتك زي ما حضرتك دلوقتي اهو عم بيشوفك ملايين الناس، تقول لهم ايه عشان يعرفوا الصحه، اللي هو عندهم حجاب واضح ومش قادرين يدركوا الصحه، تقول لهم ايه؟ انا بشوف ان لما ربنا بيقدر على الانسان المرض هو بيكون الغايه ان احنا ندرك معنى الصحه. ففي الطريق لده احنا بندرك تقريبا كل حاجه. بنشوف الناس وهم عيانين بيبتدوا يدركوا معنى حياتهم، معنى عيلتهم، معنى البرنامج اليومي والدواء بقى وعلاقته بالوقت بتاعهم. بالظبط. معنى علاقاتهم كلها وعلاقاتهم بالناس واهلهم، وازاي ان هم محبوبين وان هم بيبتدوا يغيروا تقريبا كل حاجه انطلاقا من نقطه ان هم ادركوا. الناس لما حد يمرض لهم، حد عرفنا ان انت غالي علينا، يعني يقولوا له كده انت عايز تعرف غلاوتك عندنا كده. بالظبط بالظبط. فيبتدي يحصل ان هو منظوره لكل حياته يتغير. يعني انا اتصور ان الكورونا على قد ما كانت تجربه صعبه بس كان فيها نعمه، انا ما اتصورش ان يعني إن انها بتحصل كتير. فكره فقد حاسه التذوق وحاسه الشم دي ما اظنش ان احنا نقدر نعيشها تاني، ان احنا في فتره يجي لك حاسه مش موجوده عندك فتحس بقيمتها، تحس ان انت يعني في وكان عارف انت لما في الرسومات كده يرسم واحد من غير مناخير او مثلا من غير. بالظبط. وحين كتير بيكون كويس وعندك الحاسه دي بس ناقصه، تلاقي ان الحياه كلها ما بقاش ليها طعم، وفجاه ترجع تاني. فهي تجربه انا بحسها يعني نعمه من عند ربنا، ان انت تقدر تفهم ان كل حواسك اللي يمكن حاسه التذوق ما بتقدرهاش قوي، او الشم يعني بنشوف اكتر النظر السمع، لكن حاسه التذوق بس غيرت لنا حياتنا. صحيح. يعني حضرتك شايف، بس انا كمان حضرتك فتحت لي حاجه مهمه قوي. احنا كده بندرك عدم الصحة. طب هل الناس ممكن يقدروا يدركوا الصحة؟ هل انت شايف ان هم ممكن يقدروا يدركوا الصحة؟ يعني انت ما حدش بيجي لك مثلا عشان الصحة، في الغالب بيقول لك عشان المرض. بالظبط. فاحنا الحين يعني بالنسبه لشغلنا احنا بنشوفهم لا اما جايين من الصحه للمرض، لا اما طالعين من المرض رايحين لناحيه الصحه. صح. فانا بتصور ان في اللحظه الاخيره اللي هم بيتعافوا فيها
ادراكهم لمعنى الصحه مرتبط بادراكهم بمعنى الحياه كلها. احنا خلاص هنطلع دلوقتي عشان نخلي بالنا من واحد اتنين تلاته، ممكن يكون صحتهم، ممكن يكون اهلهم، ممكن يكون عبادتهم، ممكن يكون اولوياتهم، فكل حاجه بتتحرك. هرجع لحضرتك دكتور عمرو تاني واسالك، هل ممكن نخلي الناس تدرك الصحه لما نكلمهم عن مفهوم العافيه العافيه؟ هرجع لحضرتك، بس خليني اسال الاستاذه الاء، انت بتشتغلي مع الطلبه وبتشتغلي مع الناس اللي بيطلبوا وبتشتغلي مع اعمار ممكن تشوفي نعمه التعليم فيهم، ازاي ممكن تقدري تشوفي الحديث ده في عيون الناس وفي حياه وفي حياه الطلبه اللي انت بتدرسي لهم؟ انا بشوف انه الوقت مع الأولاد خصوصا لو احنا بنتكلم عن الطلبة أو لو احنا بنتكلم في المطلق، يعني هو الوقت عنصر في حد ذاته، الواحد لما مش بياخد باله منه بيحس انه زي لما بنقول اللي هو انا مش كنت في المدرسة امبارح، مش الجامعة كانت أول امبارح، فدايما بنحس ان الوقت بيجري مننا واحنا مش مدركين ان احنا كنا ممكن نستثمره بشكل أحسن وفي فرص طب خليني أسألك سؤال، أنا آسف على المقاطعة بس جات في فكرة حاجة غريبة أو في تناقض بنعيشه احنا، الوقت بيجري، احنا كنا في الجامعه، انا فاكر فكرتيني انا لما كنت في الجامعه من زمان من عدد من العقود يعني، فيعني فانا لما كنت في الجامعه وفي نفس الوقت في ناس بيبقى الوقت عليهم طويل قوي اللي هم الحزانه بيبقوا حاسين بطول الوقت، ايه المسافه ما بين الاثنين؟ مسافه ان انا احس ان الوقت عدى كده وان الوقت مش راضي يعدي، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اعتقد في وجهة نظري انه هي نظرة الانسان للموقف اللي هو فيه او للحاجة اللي هو عايشها في اللحظة دي، يعني لو انا استثمرت الحزن اللي عندي وطورت من نفسي وخدت الحزن اللي عندي وبنيت عليه، عملت حاجة اتعلمتها، لو انا مثلا عندي حاجة معينة فقدتها فببني عليها ان انا بساعد ناس تانية ليهم علاقة بالفقد ده او حاجة شبه كده، لو انا استثمرت الاحزان وخليتها حاجة احسن ممكن تعدي عليا بشكل احسن، ان هما دايما بنقول برضو الوقت الحلو بيعدي بسرعة، فلو أنا يمكن عملت جمعت الحاجتين دول مع بعض، أن أنا خدت الحزن حولته لحاجة كويسة أو حاجة مفيدة، ممكن بعد كده أبدأ أحس أنه إيه ده الوقت عدى والوقت فات وأن أنا لازم أتعلم وأتطور وأطور من نفسي في وإحنا بنحب الوقت يفوت ولا ما يفوتش؟ سؤال صعب. احنا جايين هنا عشان نتكلم في الحاجات الحقيقيه، احنا عايزين الوقت يفوت ولا ما يفوتش؟ احنا عايزين الوقت يبقى مفيد. حلو قوي ده. يعني ما ينفعش الوقت يعدي مني وابص واقول، يمكن انا برضو عن تجربه شخصيه دلوقتي في اوقات معينه بحس انه طب انا بس لو كان عندي وقت زياده كنت هعمل، وانا دلوقتي في الفتره اللي انا عندي فيها الوقت الزياده ولقيت انه انا ما عملتش، يعني كنت متخيله ان انا ممكن اتعلم حاجات، اقرا كتب، الف كتب، اعمل حاجات، لقيت ان ده ما حصلش، فلقيت انه هو انا مش الوقت. يعني حضرتك وكانك بتشيري الى فكره ان احنا لما الوقت بيبقى فيه حاجه مفيده ما بنحزنش على فواته. طبعا. ولما يبقى الوقت فارغ ما فيهوش حاجه مفيده اظن بنحزن على فواته. مصفوط. انا بقى عندي حاجه كده بحب اقولها دايما، ان انا ما عنديش فكره الفراغ دي، يعني الحديث هنا عندي معناه ان انت الذي تفرغ الوقت. صحيح. يعني الفراغ هنا معناه الوقت، والوقت ما فيهوش فراغ. صحيح. يعني انت كل وقت عندك، وازاي كان اهل الله يقولوا ايه لما يجي الواحد يبقى فاضي كده يقولوا وقت 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 وقت، يعني في عمل في الوقت ده انت لازم تعمله، اما شكر او نعمه أو عباده او تعلم او ممارسه او تجربه، فهم ما كانش عندهم فكره ان في وقت ما فيهوش عمل. صح. خليني ارجع بقى بالسؤال اللي انا كنت ماجله مع دكتور عمرو واسالك، هو صحيح الناس ممكن تدرك الصحه لما ندخل لهم من باب العافيه؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك، لما الصحه تفتح باب الادراك، لما نخش لهم من باب العافيه، انا اتصور ان هم كده بقى عندهم معنى الحياه. فتصوري ان ده هو ده اللي فهمني الحديث. انا في الاول كنت مستغرب شويه، هو الصحه والوقت ايه علاقتهم ببعض وليه؟ فحسيت ان دلوقتي لما الصحه تعرفك معنى الدنيا والوقت يقول لك وقت الاستثمار، فانت اول ما تدرك تبتدي تتحرك ان انت تستثمر اللي عندك، فهي دي الدنيا، هي دي الحياه. بالظبط، هي دي الحياة. يعني قصد حضرتك ان انا لما يكون عندي صحه وعافيه بيتاح ليا من خلال الوقت ان انا اعمل الاشياء
اللي ممكن تكون سعيدة، ممكن تكون مفيدة، ممكن تكون فيها خير، ممكن تكون فيها جمال، ممكن تكون فيها رحمة. بالضبط. طيب العافية دي بقى هل هي حاجة أعلى من الصحة؟ يعني أتصور إن الحالة اللي الإنسان بيكون فيها مدرك المعنى الحقيقي للصحة، المعنى اللي يخليه يقدر يعيش بشكل سليم ويستسمر، هو ده كده يعني. وكأن حضرتك بتقول بتشير إلى مسألة إن إذا كان هو مدرك إن الصحة بتخليه قادر يعمل حاجة أو بتجعله حاسس بإن هو مستعد للعمل وعنده قدرة على العمل، يعني وكأني خليني أقول لحضرتك وكأني فاهم إن الصحة عندما تختلط وتأرى فيها المدد هي دي بتبقى العافية. بالظبط. وساعتها أقدر أعيش بيها. بالظبط. السؤال لحضرتك أستاذ آلاء، طيب الأولاد إحنا بيبقى عندهم أوقات كتيرة هما الأولاد بيحبوا يبقوا في فضاء، يعني ما يعملوش حاجة، هل أنت شايفة إن الفراغ هو استثماره الحقيقي في إن أنا أرتاح وما أعملش حاجة؟ هل الراحة إن أنا ما أعملش حاجة؟ لا بالعكس، بالعكس تماما، خصوصا مع الطلبة أو الجيل الصاعد، يعني هم لو مش بيعملوا حاجة، جيل زد، جيل زي بالظبط كده، هو لو هما مش بيعملوا حاجة تشغلهم وتشغل وقتهم، أنا بسهولة جدا حاجات تانية ممكن تسيطر عليهم، أي حاجة في السوشيال ميديا، في الألعاب، في الجيمز، الحاجات اللي هي كلها ممكن تخليهم ما ينموش ولا يتطوروا من لغتهم ولا من تفاعلهم مع الآخرين ولا إن هما يتعلموا من إن هما لما بيلعبوا مع بعض أو بيكون في وقت هما بيستثمروه أو إن هما يتعلموا حاجة، ما فيش أي مهارات حياتية ممكن تنمو لو أنا سبتهم ما بيعملوش حاجه مفيده او ان قلت لهم خلاص انتوا عندكم وقت فاضي اعملوا اللي انتوا عايزينه. هم ما بيبقاش في اي نوع من انواع الاوقات اللي خلينا نقول ايه اللحظات اللي هم ممكن يتعلموا فيها او قدراتهم تنمو. فمش مش مش اسهل حاجه على الام ان هي تقول ايه لا خلاص انا هدي لك وقت فاضي انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. ده غلط جدا، لان انا بقتل لحظات ممكن اعلم فيها ابني حاجات كتير قوي قوي بمجرد ان احنا نتفاعل، ننزل نقرا، نلعب رياضه، ننمي نطور نفسنا، نعرف اكتر عن التغذيه، الحاجات دي كلها يعني يبقى مهم جدا جدا. طبعا تعالوا انا اعمل معاكم حاجه كده نطبق مع فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالوا نعمل برنامج للناس لاستثمار النعمتين دول. طبعا. اللي هي نعمه الصحه ونعمه الفراغ. حضرتك هتقول حاجه تتعلق بالصحه نعرضها على الناس يقدروا فيها انهم ما يبقوش محرومين من نعمه الصحه. حضرتك تقول حاجه، استاذه الاء تقول حاجه، ونشبك بينهم بحيث ان احنا نعمل برنامج يومي للناس في استثمار للصحه والوقت. ايه اول حاجه حضرتك شايف ان اول حاجه الناس ممكن فيها يفوقوا لنعمه الصحه؟ اول حاجه يعملها يعني بنتكلم بشكل عملي، يعني بشكل عملي حياتهم عملي في يومهم اجرائي، بشكل اجرائي. طيب انا يعني هو اجراء بسيط ويمكن كل الدكاتره هينصحوا بيه ان هم يشربوا ميه. يا سلام، حلو قوي ده، حلو قوي. يعني شرب الميه بالظبط. ففكره حتى جعلنا من الماء كل شيء الحي، ده كان ده حاجه يعني حلو قوي. تعالى بقى نشبك ده ان احنا نقول لما الناس هتشرب ميه هيرجعوا للفكره الاولى ان حياتهم بتتجدد، فيعيش يستطيعوا ان هم يصلوا الى ادراك الحياه. صحيح. وانا لقيت سر غريب حضرتك ممكن نتكلم فيه، ان الميه الانسان ممكن يحس وهي بتسري في جسده. هل ده صحيح؟ صحيح. لا صحيح، الجهاز الهضمي فيه مستشعرات طبعا، هتحس بحركه الميه فيك وهتحس بالارتواء ده نفسه، ده معنى كمان هتلاقيه. ايه اكتر حاجه هيحسها الانسان لما يشرب مية ويحسسه بنعمة الحياة، بنعمة الصحة؟ أتصور إن الإنسان يعني من ناحية طبية، إيه أكتر حاجة الإنسان لما يشرب مية ممكن تفيده وتخليه يشعر بالحياة؟ يعني أنا أتصور برضو ضد فكرة العطش، بتحسس الإنسان يمكن بالوحدة أو بالفقد. صح. فلما يبتدي يشرب يحس ان في ساعه، عشان كده هما بيقولوا لما تشرب الميه لو حد عنده مشكله في العضلات او حاجه زي كده، وكان الميه بتعمل كباسط للعضلات وباسط في الجسد. بالنسبه للاوعيه الدمويه الدم
مجرد ما بنشرب ميه. انت عارف ان احنا خبيث حوادث. مهم جدا جدا ان احنا نقدر نحمي نفسنا من كل الجلطات، فلان اتصور ان الجلطات دي هي اللي ضد الحياه، فاحنا لما نشرب ميه صح احنا بنجري. صح احسنت. يبقى ادي اهو ابتدينا نشرب ميه، نعمل ايه بقى عشان نستثمر بقى الفراغ، عشان نجمع حاجه مع الميه بقى؟ انا من اكتر الحاجات المحببه لقلبي الصحيان بدري، البركه في اول اليوم. يعني انا ممكن اقول ده في الصحه كمان. وده ممكن اقوله في الصحه. طب تعالوا تعالوا بقى نغزل، يعني يعني اول ما يصحى الصبح يشرب ميه. تمام. ايه رايك؟ تمام قوي. يعني اول ما يصحى الصبح يشرب ميه، فهو كده يصحى الصبح بدري ويحس ببركه ربنا سبحانه وتعالى اللي هي موجوده في الميه، فيشرب ميه فيحس ان هو ارتوى بنعمه ربنا، اصبحنا اصبح الملك لله، فكمان يصبح على نعمه الله اللي هي نعمه الصحه اللي هيجدها في الميه، وكمان يستيقظ بدري عشان يبقى البكور. يبقى بقينا عملنا كده اول اجراءين ممكن نحس بيهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، انما البركه في البكور. والبركه على فكره بيقولوا دايما كده، يقولوا ان من اهم خصائص الناجحين الاستيقاظ الساعه 5 صباحا. صحيح. 5 صباحا، يعني هم يعني حتى لاحظوا كده في كل العينات اللي درسوها بيصحى 5 صباحا، يعني هو كان ايه بيستمر من بعد صلاه الفجر، يعني يصحى الصبح ويستمر بعد صلاه الفجر. صحيح. ده موجود عندنا. اجراء بقى عند حضرتك، اجراء تاني حاسس يعني بترتيب اليوم لازم يكون في شمس، لازم فيه تعرض للشمس، لازم يكون في شمس، لازم يكون في شمس، ميه وشمس. بالظبط. ميه وشمس. بتقترح انهي وقت يكون في تعرض في الشمس؟ قبل الساعه 11 ده بيكون احسن وقت ممكن، قبل الساعه 11 اللي ما فيهوش اشعه شمس مباشره، وفي الفايده اللي احنا نقدر ان جسمنا يستخدمها عشان الفيتامين دي. فيتامين دي بقى. بالظبط كده. طب كويس جدا جدا، يبقى التعرض للشمس، يبقى تعرض للنور، يبقى الحياه، وكمان التنور. ها هنكملها بنلعب رياضه، يعني نلعب رياضه. يبقى في فقره رياضيه في الشمس هتبقى هايله. الرياضه ازاي تكون استثمار للوقت؟ انا بشوف ان ده اعظم وقت في اليوم الواحد يستثمر فيه وقته الرياضه. خليني اقول لحضرتك ان في كتير من الناس مش فاهمين ان الرياضه دي هي من افضل استثمارات الوقت. صبت. يعني ده مش تضييع للوقت، الرياضه في الحقيقه هي بتوفر وقت كتير عند الانسان، لان احنا عندنا الوقت بيساوي بيتحسب بالحركه، يعني هم عندهم حاجه اسمها الزمن كان ايه، مساله العلاقه ما بين الزمان والمكان. ازاي بنحسب الزمان؟ بالانتقال من مكان الى مكان. وازاي بنحسب المكان؟ بالوقت اللي بنستغرقه في قطع هذا الزمان. فالحكايه دي بقولها ليه؟ لان الرياضه الواحد لما بيتريض بيوفر من طاقته اللي هتوفر له وقته. صحيح. يعني هو بيوفر صحه، الحاجه اللي كان ممكن ياخد فيها 10 دقائق ممكن ياخدها بعد كده في 3 دقائق. احنا انا سعيد جدا 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 بكل الكلام اللي حضراتكم قلتوه، واحنا خلاص عملنا اسس دلوقتي في البرنامج، اسس اساسيه، وكل واحد فينا ممكن يزود عليه على الاسس دي، ميه وشمس وكمان صحيان بدري وكمان رياضه. احنا اظن احنا حطينا اصول للناس دي، للناس ازاي يقدروا يستثمروا ويقدروا يجددوا النعم، ودي اجراءات بسيطه جدا جدا. وخليني اقول لهم في الاربع اجراءات دول احنا نستطيع ان احنا نخلي الاربع اجراءات دول نوع من انواع حفظ، ناخد نيه فيهم، وانما الاعمال بالنيات، في شرب الميه، واحنا عندنا ان النيه تحول العاده الى عباده. يبقى انا وبشرب الميه، وانا بصحى بدري، انا وبتعرض للشمس، انا وبلعب رياضه، يبقى نيتي في الحقيقه هو ان انا احافظ على نعمه الصحه ونعمه كمان الفراغ. وبكده أشكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن المية أنا بشربها بقول الحمد لله، وكمان أحمد ربنا على النعمتين دول، وأحمد ربنا، وممكن أذكر الله وأنا صاحي بدري، هذكر ربنا سبحانه وتعالى في أذكار الصباح والمساء، وأنا بالرياضة هيبقى وقت مناسب كمان عشان أنا ممكن أذكر الله سبحانه وتعالى، وممكن أستثمر الوقت دوت إن أنا أسمع حاجات مفيدة وأنا بعمل الكلام دوت، وإن أنا كمان ممكن أعطر المية أنا بعملها كده، فأحس كمان بنعمة الله، بنعمة الذوق ونعمة الشم اللي حضرتك بتتكلم عن اللي حضرتك تفضلت بيها. أعبد ربنا سبحانه وتعالى بإن أنا أجعل هذه الأشياء مذكرة بهذا، وكمان وأنا بعملها أخليها متصلة بالذكر، وفي النهاية ممكن أدخل وأسأل الله سبحانه وتعالى ويبقى لي دعاء،
فتعالوا نقول دعاء كده خاص بهذه النعم، نقول اللهم يا من أجريت الماء وجعلت الماء فيه الحياة وجعلت كل هذا وأشرقت الشمس لا لشيء إلا لنراك وجعلت فينا صحة وجعلتنا وقتا لكي نسير في الكون، ولجعلت الرياضة بابا من أبواب تليني قلوبنا وتليني أفئدتنا. اجعلنا يا ربنا في رضاك واجعلنا في حماك، واجعلنا يا ربنا ممن جعلتهم دائما يدخلون عليك بنعمك وبفضلك يا رب العالمين. يا رب اجعلنا دائما من أهل فضلك ومن أهل نعمتك ومن أهل مددك، واقبلنا يا رب العالمين. بشكر الدكتور عمرو حسان على تشريفه، كمان بشكر الأستاذة علاء أبو بكر، ودايما نكون في حضرة النبي المليئة بالنور ومليئة بالبركة ومليئة بالسرور. يا رب اجعلنا دائما في يدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونخرج إلى البصيرة بأنواره وبيقظة ما أرسله إلينا من هدي، لنكون من أهل الهداية ومن أهل الهدى، ونتقبل هداياك يا رب العالمين، ونغرق في أنوار نعمك لنرى الحقيقة ونرى أنك يا مولانا ما قطعت عنا مددك، يا لطيف يا كريم يا رب العالمين.